أسعد الله أوقاتكم متابعين الأعزاء، كيف حالكم؟ نهار إن شاء الله يا رب هيك يكملوا معنا بالخير. بدنا نعملكم اليوم صدور الدجاج بالريحان، راح نعمل الصلصة تاعته، راح نعمل معكرونة مسلوقة كمان برضه بريحان، راح نعملكم سلطة التفاح. حمصنا هون صنوبر، بدنا ناخذ بس صحن نحط فيه الصنوبرات، بعدين نكمل شغلنا. بسم الله. زيت الزيتون عملناه، راح نخلي القلاية نفسها عشان نساوي فيها زور الدجاج. نخليها على جنب، خليهم يبردوا. عندنا هون مي سخنة بدنا نسلق فيها الباستا. بلاش ملح، حط شوية ملح فياتها. نسلقها تقريبا 10 دقائق. عندنا صدور الدجاج، جبنا صدورها فريش طبعا، بننظفهم، بنشيل منهم الزوايد، بنعمل فيهم الاشكال اللي بدنا اياهم. انا راح اعمل فيهم هيك شويه شرحات، ننظفهم، اهم شيء الغضاريف ما يضل عندنا فيهم غضاريف. هدول الزوايد كالعاده نعيد تدويرهم ونحطهم بالفرن، وبناكلهم مع الريحان. والسلطة والباستا. طبعا في ناس بياخذوا الريحان المجفف، بس انا ما بحبوش، يعني لما يكون في عندكم فريش بفضل فريش. هاي فيها عظمة صغيرة شلناها، شوفوا أحلام هيك لما نعمل فيهم شرحات. طبعا الحجم استوى، عفوا حجم استوى، درجة استوى الصدر حسب الحجم بتاعه، فأنتوا بتكون العين تاعتكم هي الميزان. عندنا هون ملح وفلفل وزيت زيتون. نجيب الصدورة تاعتنا، شوية زيت وشوية زيت كمان. نجيب الصدورة نصفتهم بالصينية، بنرفع البورد تبعنا، نرجع له بعدين. راح نرش الملح تقريبا، يعني لكل كيلو بده معلقة واحدة. وعندنا فلفل أسود، وعندنا زيت الزيتون الأصيل. يا مرحبا شاف، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ في اللي هي سخنة. هي هدول عشان نظبط فيهم الصدورة. كيف بنعرف انه درجة حرارتها صارت مظبوطة؟ حسب، هي بدها تقريبا 3 دقائق 4 دقائق. معلش انا بدي اقلبهم هاي، تمام، عشان الجلوفز عندي مشكلة مع الجلوفز. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، الحمد لله، كله تمام. كيف علاقتك مع الريحان؟ رائعة. بتحبي الريحان؟ طبعا، يعني من العشبيات اللي جدا طيبة. جربتي تطبخي لحمة مع ريحان؟ لحمة لا،
طب شو رايك نجربها؟ يلا. ولا انا ما جربتها يعني. لا بس اعتقد انه ممكن تزبط. ليش ما تزبط يعني؟ صح. ليش ما تزبط؟ لانه بس نعمل استراجانوف مثلا باللحمه بنحط بهارات الايطاليه، البهارات الايطاليه بقلبها ريحه طبعا مجفف. صح. حلو. بلشنا نقلي البذوره. بدي شو رايك تطفي لي شويه ريحه؟ يلا. بدي نفس هذا. المفروض ايش؟ شو يعني نفس؟ نفس هذا الكم، نفس هاي الكميه. اه اوكي. المفروض انه ما نقلبها لتكون استوت او مسكت نفسها من جهه. صحيح. نعم صحيح. شيف قديمه انت. يعني بجرب بتعلم منكم شيف. هنا حطينا البذورة وسارة بتساعدني بالريحانات والمعكرونة بالسلق. يا عين. وراح نبلش نعمل الصوص بتاعنا. حطينا هنا السنوبر، راح نحط الزيت، راح نحط الريحان اللي احنا مقطعينه. والله طازه فريش لساته. ما بتعرف وين المشكل؟ رح خبرك شو المشكل. ايه سعيد. في ناس الريحان الطازه بيعطسهم. جد؟ ايه. انا مش منهم. انا منهم. لا والله. طب خلص سيبيهم. لا خلص مش الحال. مش الحال؟ بس يعني مشاهدينا يحضروا حالهم. انه لعل وعسى. يا سلام، بس ريحته حلوة. شايفة في ناس كثير بتزرع الريحان بالمطبخ، مش الريحان، كل ال أي شيء أخضر، أنواع بقدونس، نعنع، كلها بتسوي. كليل الجبل كمان بينزرع، بيعمل ريحة جدا رائعة بالمطبخ. كمان بيكون نفسيا غير، نفسيا غير لما أنت من اللي بتقطعيه بتطبخيه. خلينا نجرب هاي. بدنا كمان. وشوف في الطريقة اللي احنا بنقطع فيها بالبيت، بتعرفها؟ هيك زي الملوخية. غير ايه غير طريقة التلفزيون. فخلينا ما زال انت حابب كده. صح. ايوه برافو. بس بدنا نسأل حدا من تعون الزراعة ومن الزراعة كيف الآلية انك تحافظ عليها ترد تنبت مرة ثانية. هو الريحان الريحان من انا لأنه كنت زرعته ما بيحتاج لعناية كبيرة. حلو. هو الروزماري وسبحان الله قد ما بتقطف منه قد ما بيعطي اكثر. صح. راح نحط رشه ملح وفلفل اسود، وحطينا زيت زيتون. انا بحب احط شويه زبده معهم. هي زبده. راحت الشجره. نتفت ابوها. يعني انا لما يعني شايف صراحة، لأنه أنت في الأول حسستني بنوع من الفشل. لا 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 والله إنه ما هيك بننتف الشجرة. شاطرة. فكان لازم إنه يلا مشاهدينا اللي محتاج لحدا ننتف له شوية ريحان يتواصل معي. ما أتوقع حدا راح يتواصل معك يعني. ما أتوقع. عشان راح يصيروا ياخذوا من عندك جاهز، عشان أنت سريعة وإيدك بركة زي ما بيحكوها. كيف صح. أنا أعدل الموضوع بسرعة. صح صح. بسرعة. شفتي كيف؟ لاحظتي؟ بنحاول نظبط. طيب هاي اصبحت خلاص اخذنا الاخضر وتركنا اليابس. ان شاء الله ما بتي، بس هاي بترد تفرع ان شاء الله. صح. هون عندنا الزيتات هدول. راح ناخذ سنينتهم. الريحانات. وشاف اليوم عنا ضيوف على الغداء، يعني ضيوف البرنامج اليوم رح يكونوا ضيوفنا على ال تشرفوا بنوروا. احنا فينا نسميها غداء صح؟ الوجبة طبعا غداء. صح غداء. طيب ممكن المخرج ياخذ هاي بعد ان بعد التقليم. صح. بعد ان قضينا عليها تماما خلص موضوعها. لا بس انت شطوره يعني صراحه. لا اركب من اللي عندي. انا واحده قطعتها
نتفتها تنتيف. صح، شفت العروق كمان كانت معها تنتيف. والفروع وكل شيء. شوفوا ما شاء الله متابعينا كيف ما ظل ولا ريحانة. لا في واحدة هنا. لا هذول حلوين، هذول حلوين. لا خلص. حتى البيبي هذول كيف خلص. كيف طالع قلبك؟ عادي ما عندي مشكلة. حلو. شايف الطماطم المجففة أو البندورة المجففة رح تستعملها أو هي رح الزينة؟ أستعملها مع الريحان والثوم والبرمزان والزيت والكريمة، هذول عشان نحط فيهم الصدور عشان تعطيني شوية حموضة. كيف وأنا معك؟ لا ممتاز، لأنه فعلا دائما كيف وأنا يعني الهواية. يلا رائعة رائعة. طيب هذول بنرد نقلبهم منيح، لانه المخرج بتنرفز بس يلاقي شيء على الطاوله. بس انا نظفت لا انا اللي انا بهدلت ونظفت. اوكي عشان ما يعلم علينا، لانه المخرج صح بيقول انه في شيء على الطاوله شيلوه، فاحنا بنحب انه لحالنا نشتغل. شاطرين احنا، شاطرين يعني. شو مخرج؟ تمام. راح نحط كريمه. حلو. ملح، فلفل اسود، شوية هاي اختياري اللي هي شوربة البصل اختياري، بس انا حطيت شوي صغير بصل مجفف. ايوه راح احط انا البارميزان، وراح احط البندورة المجففة، ونصير نزود عليها شوي شوي مي حسب ايش هي الكثافة اللي حابينها. نعم صح، احنا الكثافة اللي حابين نوصل لها كريم تقريبا. نعم. يعني تكون نعم. كريمية صح؟ نعم. قديش صار لها المعكرونه هون ساره؟ تقريبا 4 دقائق. ضايلها كمان دقيقتين ونرفعها. انا بحبها هاي ترى حلوه، وبصير العب فيها باسناني وانا باكل فيها. بصير اعدهم واحده واحده. ليش ضحكت علي؟ انا اسف. لا حبيت اعلق بس ما عرفت انه شو. بطلت. بجرب اتذكر انه لا بتخيل فقط انت اللي عندك هالهوايه. زي هيك احنا بدنا لون الصدوره، هدول خليهم يكملوا. ممكن نشويه على الشوايه شافي؟ يعني احنا دائما بنحب ندخل الشوايه في طبعا ما عندك مشاكل، ايش انت متوفر عندك؟ اهلا وسهلا. خليني خبرك خبريه. تفضل. زميلنا ميلاد هو معنا اليوم بالحلقه، اشترى مكنه قلي هوائيه. حلو. وبيتعلم فيها كل انواع الوصفات. صح، فاحنا مهمتنا بهالفتره انه نعطيه وصفات جديده. يخترع. صح، فاعتقد انه هالنوع من الدجاج، لانه اليوم الصبح كان عم بيخبرنا انه جربها للستيك. حلو. وجربها للبطاطا مشويه. يا سلام. وجربها للسمو او لسمك السلمون. طيب احنا لازم نروح نجربها. لازم نروح نجربها عنده. حلو، لانه انا صراحه انا بفتكر انه كل انسان عامل او عنده ضيق في الوقت وبحب ياكل اشياء طيبه يسويها ببيته محتاج لمقلاه هوائيه. طبعا يوم تعالنا نعمل حلقه خلص. ونعمل وصفات بالمقلاه الهوائيه. انا عملت الريش، طلعت خيال. طبعا خيال. طبعا. انا مش عارف، انا متحيز كثير للريش ولحمه الخروف. نجربها بالريش وباللحومات ونشوف كيف حتطلع، ونعطي المشاهدين وصفات سريعه. انا حار. يلا متابعينا الاعزاء كيف حالكم؟ سوينا الصدور، خيال خيال خيال. راح نكمل الباستا، شفتوا الخلطه اللي عملناها؟ والمخرج قال لي وطي الخلاط عشان الصوت يعرف، كملتها بعد الهواء خلطتها منيح، طلعت خيال مع السنوبر مع الريحان مع شويه ملح شويه فلفل، حطينا سنين توم بارميزان، طلعت بتجنن. سلقنا المعكرونه وراح نحطها بالقلايه بالطنجره، راح نحركها شوي بعدين نضيف عليها صلصة الريحان. شوفوا ما أحلاها. هون عملنا لكم سلطة تفاح، سلطة تفاح كثير سهلة، راح أنزل لكم رسم مش راح أخلطها قدامكم. هيها جاهزة تعملوها بالبيت، تفاح أخضر أهم شيء. شوفوا الباستا، حطيت شوية زيت زيتون، شوية صغيرة. وهاي الصلصة اللي بدي ادخل فيها صدور الدجاج.
هاي الريسيبي بتاع السلطه، نزلنا لكم اياه، قطعناهم ناعم، خلطناهم مع بعض، وظبطنا لكم امورهم على الاخر. خدمتكم ولو ولو ولو، بس يعني انا سلطه ومش سلطه وهيك، وانزل ريسيبي والله ما هي حلوه بهاي، والله العظيم ما هي حلوه بهاي. هاي نزلنا عليهم، شوفوا الخليط، طلع شوفوا 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 ما احلاهم، شوفوا ما احلاهم. بنضلنا نحرك ونقلب، بنرد ننزل باقي الكمية عليهم. خلي شوي هيك على الأخير إذا احتجنا. شوفوا ما أحلاها، طلعوا الألوان، طلعوا 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 طلعوا، والله بتستاهلوا، والله بتستاهلوا، بتستاهلوا أطيب من هيك كمان. صدور الدجاج زي ما انتم شايفين، زي ما كنتوا شايفين، قليناهم بزيت الزيتون والملح والفلفل، وصار معنا اللون تاعهم هيك. شوفوا ما أحلى، يعني روعة الروعة. بنحرك الخلطة اللي خلطناها، ندخل الصدورة عليهم، نصفتهم زي الشطار. يا اهلا وسهلا، شرفتوا ونورتوا. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير، اهلا وسهلا. هلا الله الله الله، ماي فيفورت دش هيدا. حكي لنا هدول لو سمحتي. ايه حاضر. ايوه حكي لنا اياهم. شو شو دغري؟ ميلاد، ميلاد ما بعيط لي، مش فاضيه ميلاد، انا صرت خليهم، هم ما بدهم ياكلوا، هم ما راح ياكلوا. نعم، يلي ضايق اكلاتك بيقول انه بتطبخي طبخ طيب. ايه نحن ما دقنا. تعال عندي الحلقه الجاي مع بعض، الحلقه الجاي مع بعض. شو رايك نكون مع بعض الحلقه الجاي؟ اكيد. بس انا خروف، نص خروف، هاي عملتها هيك مزح معه اليوم، هذا اول يوم بيعمل دجاج. نعم خروف، ننقع الزيت، نقلي اللحمات. علي 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 خلاص، انت بس خلص بدك اياه. اي لاف كوكينج، انا والله انا بحب الاكل. يا سلام يا سلام، في اطيب من الاكل العربي؟ طيب كيف حالكم؟ والإعانة الحمد لله. يلا الحمد لله. شو رايك؟ قليت الدجاج وعملت الكريم، رجعت حطيت الدجاج بالكريم. بس بديهم هيك شوي يصيروا جوسي اكثر، يتكتكوا يتكتكوا. يا عيني عليك. شو هلا انا عامل باستا؟ تحطينهم حسب المحبة يعني، هون اذا بدك تحط. لا حسب الكرش. ها معلش، لا سارة فيها تاكل. سارة شو؟ لا فيكي تاكلي عشان يعني ما فيك. ايه ما في شيء، لا هذا كله غير الباستا، كمان شوي صغيرة باستا. شو قصدك الباستا؟ شوي صغيرة. شوي صغيرة بده ينص سهلة اللي قالت هيك. اوكي كمان هذا الصحن. خلينا نحكي عن موضوع، انا في موضوع خبرني اياه ميلاد، احنا جايين بالطريق بالطريق انه جوزك الله يرحمه كارلا كان من المهندسين اللي من زمان بالدوحه. صح؟ صحيح صحيح، وهذا الشيء يعني عندك ذكريات منيحه مع أنا المدينه من اخر التسعينات. على مده سنوات طويله عنده لمساته المعماريه، هيدي الثوره المعماريه اذا فينا نقول بهالبنايات الرائعه وهالقصور، ما شاء الله كان عنده تاتش بحضور يعني، فهذا الشيء كثير عناني، لانه لما وصلت رجعت شفت الابراج هاي. الله يديم هالبلد، بس بدي اقول هيك ويحميهم. اكيد امين يا رب. ايه شيف بلد دراما هلا، كمان صحن لك، دراما دغري، كمان صحن كمان صحن كمان صحن باستا، بس زوديهم عشان الطيبين. مين لك هاي؟ لا هذه لك. لا لي انا؟ مين؟ لا بليز. سؤال سؤال، مين سكب؟ هي هو ايه واضح. لانه انت ما شفت، ما شفت الشيف قد ايه بيسكب، ما هن بيحبوا يطعمونا. ايه انا بخاف على الكالوريز فبنتبه. صح، عندي هذا الشيء مش موجود. لا لازم يكون موجود شيف، لانه بدنا ناكل اكلاتك الطيبين، بس بده يضلنا شكلنا مقبول من ساعة بالكاميرا. صحيح. يعني انا مش عارف ايش يعني هذا الدجاج عاملكم اليوم، كيف لو شافت صدر المنسف؟ مظبوط. لو شافت صدر المنسف كان يوم صدر المنسف. انا باكل وحده. لا صغار هدول، صغار. لا ايفن صغار صغار والله صغار. عمل لي اغراءات هلا، بصير بدي اركض باك هلا ظهر من الستوديو. يلا ساعتين ساعتين رياضه. طيب. لا تفضل على سيره، بدي اسالك عن الرياضه. نعم. معروف عنك انك انت كنت رياضيه محترفه،
صح؟ ايه لانه والدي مؤسس رياضات كمان كمان عرفتي قبل شوي كان عندنا قطر ستستضيف بطولة كرة السلة 2027 للسيدات في شهر 9 في بطولة كمان شهر 9 إلى أي مدى ما زالت الرياضة موجودة بحياتك؟ لما امبارح شفتك على الانستغرام عم تعملي قوس ونشاب. بدي أشكر مدام ندى زيدان أصرت إنه دعتني شو؟ لا مزيد بالأسامي إنه دعتني. طيب ما هي دعتني شو ما بدي أحكي عنها؟ لا بس هالشقب الرائع حلو النادي الفروسية العالمي كثير انبسطت وقالت لي بدك تجربي قمت جربت بس هلا هي صعب لأنه بده كثير سترينث بده قوة بده كتاف بده بوزيشن بس صبتة فعلا بنص من اول مره ثالث مره صبت بالنص حلو. بس ولا وحده قصدي انه اول يوم بتجربي أول فيه اول مره بتجربي هذه النوع من الرياضه خايفه قتل شي ثلاث كم حصان ميري يعني صرت خايفه قامت قالت لي هي ما تخافي صبتها وان شيز ان اكسلنت تيتشر فبهني انا بهني كل السيدات يلي بيهتموا بالرياضه مثل ما بيهتموا بوجههم ببيوتهم بطبخهم شو رايك اهتموا بالطبخ difficult. زياده كمان اهتموا بالطبخ زياده بدل الرياضه خلي الواحد يكون مبسوط يعني ايه ما نحن بناكل كثير انت سمعت قبل لحظات انه عامله قوس ونشاب سو انتبه انتبه شو عم انا خلص انا ساكت احنا الشخصيه اللي كنا بنتكلم عنها الجاده اللي عملتيها في المسلسل كانت ماي لا مش تمام ايه بدنا اياك تعملي لنا اياها بدنا نشوف كمان هيدا التويست بالشخصيه اللي بيطلع باداره المطبخ وكانك انت الان مش كارلا بترد انت هذه الشخصيه سوري تعقيبا على حديثك لازم تقولي لي اعطيه الشخصيه القاسيه تبع ست صباح يعني ست صباح صحيح انا بقول انه ما ينعمل انا قصدي ست صباح طيب بلش؟ بلش تفضل يلا وين سكينتي يا شباب؟ السكينة بس لا ما في تفضل شو صار فينا؟ خلصنا شيخ خلصنا قصة الطنجرة بس دقيقة واحدة الطاولة رقم 10 ما أكلوا هم أجوا متأخرين هسا وصلوا هلا وصلوا أي بس نحن ريستورانت تقالي فندق محترم أوكي مو أنا يا بتجيبوا لي ناس تساعدني يا إنه خلص أنا بدي أفل كمان بتجيبي خلص شو أساوي إذا بتريد أعمل شغلك خلص أنا ما بدي أو بتاخذ معاشك والله معك والله العظيم آخر مرة بتشوفوني آخر مرة بتشوفوني خلص هلا خليني بس أكمل هدول هلا حتى لما ألعب دراما بدي بقى على الكات بموت من الضحك كارلا بنعرفها ممثلة إيه ولكن لا. مين طلع ممثل؟ ممثل شديد من حاله خذيه معي كامل يعني صح؟ دور بطولة شوفوا بدي اطبخ لكم والله لا ما احليك لا خلص ما بدنا نعيش الشخصية طلعنا بدنا نتغدى ايه شو رح ناكل هلا؟ طيب فينا نذكر الشيف شو عملنا نرجع للمشاهدين والله عملنا لكم ستور دجاج مع فلفل وملح بزيت الزيتون بعدين حطينا عليها صوص الكريمة مع الريحان عملنا باستا بالريحان سلطة التفاح زاد عندنا شوية زدورة وشوية باستا حطيناهم مع الكريمة وقلبناهم وعلى فكرة هذا رح يطلع أحلى صحن وأطيب صحن